استاذ لبيب الحمراء، يعني بحاس بيا احنا بنعرف دائما كان في تجارب هيك مبادرات حلوه، ودائما بتفتح باب هيك باب حاس بيا للناس، للنازحين، لاخوتها اللبنانيين. صحيح. كان عندكم كذا تجربه انتم بهذا الموضوع. اليوم كثير في ناس من الجنوب، من المناطق اللي بتتعرض للقصف، نزحت على حاس بيا، شو عملتوا؟ اول شيء مساء الخير ومساكي ومساء المشاهدين جميعا. بشكركم على استضافه بلديه حاس بيا بشخصي. نحن اقل الواجب اللي عم نعمله اليوم هو واجب انساني، واجب وطني، وكمان نعم. واجب وحق الجيري. نعم. نحن كلنا بقضاء حاس بيا عائله وحده. عندكم مركز ايواء قديش بدهم؟ صحيح. كم نازح تقريبا؟ نحن اليوم هذا المركز الايواء بضم حوالي 18 عائله موجود فيه، وفي عندنا بعد كمان مراكز عامه اخرى بحاس بيا. كم عائله تقريبا موجودين؟ نحن موجودين بحاس بيا حوالي 500 نازح اليوم. مين بيهتم باكلهم بشربهم؟ عم نتعاون مع العديد من الجهات الدوليه ومع الجهات المحليه. يعني ما تواصلت مع مجلس الجنوب، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، بعث لنا بعض الحصص الغذائيه. رئيس الهيئة العليا الغاثي كمان أمدنا بالعديد من الفرش والحرمات وهي المستلزمات. منظمة العمل اي سي اف ضد الجوع كمان تواصلنا مع عم تأمن مستلزمات. يعني جمعيات وجهات. صحيح. ولكن اليوم مراكز الإيواء برأيك عم بتحل مشكلة إنه الإيجارات وعدم إيجاد البيوت والمقدرة على دفع الإيجارات؟ بحاس بيا الحمد لله ما عندنا هذه الظاهرة الموجودة برا غير بشكل ضئيل نسبيا. يعني بعد الإيجارات مقبولة كثير بحاس بيا. البيت بين ال 150 وال 250 دولار، والشقق المفروشة بين ال 400 وال 500، وهذه قبل الأزمة كانت تؤجر بهذه ما صار في ازدياد يعني بعد الأزمة بشكل ضئيل جدا. يعني بعد حاس بيا قادرة تستوعب يعني هيدا العدد بالبيوت الخاصة؟ ما عادش عندنا إمكانية للاستيعاب. في بعض الأماكن العامة اللي نحن عنا الاستكامل الاستعداد لحتى إذا لا سمح الله صار نزوح كثيف زيادة إنه نستقبل الناس، وهي كلها مجانا. نعم. على كل حال بحرب تموز، بعدوين تموز استقبلت حاس بيا حوالي 5000 نازح. صحيح. نحن بحرب تموز كان فيها حوالي 5000 نازح. اليوم نحن عم نتعاون مع وزارة الصحة، مع جمعية تمدن، مع نواب المنطقة. يعني البلدية اليوم بهاي المراكز عم بتأمن الكهرباء مجانا، وبتأمن المي مجانا، وهذا أقل ما يمكن نعمله. وعم نتواصل مع العديد من الجهات لحتى نتحسب للقادم. نعم. وإن شاء الله يكون مجرد تحسب. إن شاء الله بتنحل بأسرع وقت هيدي الأزمة.